والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بالجامع. اليوم رانا شاركت الوكالة تموشة سفر في هذا الاحتفال أول نوفمبر، والحمد لله كان تشوفوا الجمهور اللي راه معنا حاضر. وحنا اليوم اللي هي اليوم رانا حاضرين راكم تشوفوا بالعمرة تاعنا، رانا نقولوا راه عندنا العمرة، عندنا الرحلة الداخلية خارجية. وأهلا وسهلا بالجامع، رانا في الخدمة. أي سؤال هيا درك نوريكم الاسم الوكالة تموشن السفر. طبيعة الحال هي غادي نعطيكم لمحة على هذه الوكالة، هي أول وكالة في ولاية عين تيموشن. ان شاء الله. شكرا، بارك الله فيك سيدي الوالد. شكرا، ربي يعاونك. هذيك السميت راه نعتمد على الولايه وكذا، كاين مطحنه اللي راها رايحه ان شاء الله تدخل في المشروع نتاع مطحنه السميت. شكرا الله يقدم السيد سيدي الوالد. مرحبا بكم نيابه عن المدير العام لمجمع بني طلحه. حابين نقدم لكم بعض العرض الصغير على فرع عين تيموشن اللي الحمد لله بتوفيق من الله تمكنا من استقطاب اكثر من 527 سائق على مستوى عين تيموشن. ورانا في صدد التحضير لاتفاقيه مع مديريه السياحه خاصه بادراج مسار سياحي يتمثل في الحمامات المعدنيه والمركبات السياحيه على مستوى 8 الشواطئ اللي تبلغ مساحه تاع 80 كيلومتر. 131 احنا ما عندوش، احنا جينا العيد عندنا اليوم، احنا جينا العيد عندنا وجينا احنا جميعا، احنا مجموعين وجينا نديروا عيدنا هنا عندكم مدينة الدرسان. وثاني تكون فيها تبادل مرحبا بكم عندنا، احنا ماشي بعيد عليكم، احنا جينا مرحبا بكم عندنا. السلام عليكم السيد الوالي، الحضور الكرام، موظفة بقطاع النشاط الاجتماعي. شاركنا السيد الوالي بيوم كيفية منتوج تسويق المنتوج، وشاركت منتجات معايا هنايا. وانا عندي هواية الكولي تاع الجوحة، لا بها جي اون ميم طون شارك بهذا المعرض. شكرا شكرا. بمناسبة ذكرى 70 اللي انطلق أول رصاصة برومي نوفمبر، رانا حاضرين هنايا في الحديقة مع الافتتاح اللي فتحه السيد الرائع الوالي والد عين تيموشن. وحنايا الوصمة مشتلة لاروزا اللي راهي حاضرة هنايا مع الغرفة الصناعة التقليدية لتكوين الأطفال، باش نعرفوهم على النبات وكيف الاحتفاظ على النبات وزراعة النبات المنزلية. ورانا جايبين هنايا النباتات ورانا نكونوا في الأطفال.